نعم، لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، يعني المطالبات الشعبية من قبل الشعب العراقي أجمع من شماله إلى جنوبه، من أقصى جنوب البصرة إلى أقصى جنوب أو أقصى شمال محافظة دهوك، المطالبين ب يعني محاسبة النظام التركي على خلفية قصفهم لصحفيين يمثلون الحقيقة يمثلون الحقيقة ويمثلون الصوت الحقيقي للإعلام الكردي والعراقي في إقليم كردستان. بكل تأكيد يعني التبعات السياسية أخذت صداها في هذه الفترة، خصوصا يعني من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك حركة التغيير الكردستانية وبعض الأحزاب السياسية في إقليم كردستان. أما الأحزاب السياسية في الحكومة العراقية والاتحادات العراقية، فجميع يعني أغلب الأحزاب السياسية في الحكومة العراقية رفضوا رفضا قاطعا يعني هذا الانتهاك الصارخ بهذا الشرخ الذي حدث بقتل أو استشهاد الصحفيات من قبل طيران المسير للنظام التركي. وبالتالي اليوم بعض الصحفيين طالبوا نقابة الصحفيين العراقيين بإصدار بيان، وكذلك طالبوا أيضا الحكومة العراقية بإصدار بيان من أجل حماية حقوق الصحفيين وكذلك إعطاء حقوق الصحفيات الكرديات. البعض أيضا طالب يعني حكومة السليمانية بإطلاق يعني تسمية الشارع على تسمية الصحفيات المتواجدات هناك الذي استشهدن فيها بالقرب من منطقة السيد صادق، وبالتالي هذا من أقل واجبات الحكومة المحلية تجاه هذه الصحفيات، وبالتالي من أقل حقوقهن الذي استشهدن على يعني المطالبة بهن. وبالتالي يجب ردع النظام التركي أولا، وبالتالي ثانيا إعطاء حقوق هؤلاء الصحفيات، وثالثا إطلاق تسمية الصحفيات على شارع في السليمانية من أجل تخليد ذكراهم. معتز، حادثة إسقاط الطائرة المسيرة التابعة للاحتلال التركي البارحة، هل تدخل ضمن رسائل من الجانب العراقي إلى الحكومة التركية؟ نعم، بكل تأكيد إذا ما أردنا الربط في هذه الفترة، فأن الحكومة العراقية أدركت أن النظام التركي أصبح يمثل خطر يهدد يعني المحافظات العراقية واحدة تلو الأخرى بعد احتلال أكثر من 50% من محافظة دهوك. بالتالي النظام التركي ينوي أن يشن غاراته على بعض المحافظات مثل يعني الموصل السليمانية وأيضا كركوك. بالتالي أدركت الحكومة العراقية خطر النظام التركي على محافظاتها وعلى أبناء بلدها، وبالتالي بدأت بإسقاط هذه الطائرة أولا، وبالتالي أيضا هنالك ضغط على مستوى الملف الاقتصادي وأيضا مستوى ضغط على مستوى ملف المياه. بالتالي اجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني مع يعني الممثلين العراقيين من أجل مناقشة تحديات الماء وتحديات الخطر الأمني التركي، ويبدو في الأيام القليلة القادمة سوف يقوض الوجود التركي داخل الأراضي العراقية، على اعتبار الحكومة العراقية أدركت مخاطر النظام التركي على يعني سيادة البلاد. مراسل قناة اليوم معتز أيوب، أشكرك على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد.